لكم ان شاء الله. طيب تعال طبخوا مع هذا. طيب اسمعوا القلي عندنا و اسمع جاي فراش واحد وخيط بخدره واحده يا اخي حتى قصدك انه ما تطبخون سوا؟ ما عندك درجات خلاص وزعناها وبس زايد ومقدم الفقره يجي دافع معنا ولد والله لو معي درجاتني لا اعطيكم اللي انت والله لو ما في ان يكفي فخر جل زايد الله يجعل من جابك في الجنه يا اخي الاحسان نقدم له احسان يا زايد يجعل من جابك في الجنه يا ابو عقاب والله لكم نترك سوا. طيب يا حباني اللي في الكنترول العلم مشو العلم من ساير انا اتوقع ان ساير سواها حركه إيه؟ أنا أتوقع ساير داري إني نايم هنا الأسطوانة الشباب يقولون ما تشتغل كيف تشيل الحركة ما في غاز لا لا ما اشتغلت ما في غاز ما في غاز لبيه. واحد مفاتح أسطوانة وواحد مخرج ساعة يعني الوضع مدروس الوضع فيه أنا أتوقع ساير سلطان وجه لهم في الكنترول يا كنترول وجه لهم وجه روح لهم يبغون ناوي يجلد مكفي يا سلطان الله يبقيك كيف الحال؟ مساكم طيبين كيف النفسيات بعد ما طلعت وجيتوا؟ والله النفسيات الصدق والله انا كنت اقول انهم بيطلعون بيرجعون يعني برتم اقل لانهم بيشوفون الفل اللي برا والله رجعنا شفنا قوه والله والله العظيم انت تتكلم عن جنتل قولوا لا اله الا الله والله العظيم يا الرتم برنامج انه في ارتفاع كبير الحمد لله والله العظيم واللي بيقول اللي ملاحظ للشخص اللي برا هو اللي بيلاحظ اولا الحمد لله شوف يعتمد اولا واخيرا على المتسابقين شوف هذا بعد فضل الله سبحانه صح وتعالى فعلا. ثم على المتسابقين ثم يطول عمر على ثم فرق, فرق الدعم صحيح. طال عمرك والجمهور وراء ثم بتوجيهات الإدارة صحيح ثم يطول عمر لا ساير ما له دخل هو اللي الظاهرة لا لا ساير نحترمه ونقدره وعاد بنشوف له عاد دبرة في الإدارة إيش الطريقة وكيف الموضوع ساير والله أنا نحترمه ونحن بالنسبة لي أنا أحب ساير نعم. بشكل غير طبيعي والله ولكن أزعلتني إني نايم هنا متحمس وما في غاز آخر شيء أنت نايم هنا ايه نايم هنا علشان اطبخ اليوم تقومنا الظاهر انت من خلال الساعه من اللي قومكم؟ من اللي قومكم؟ ما ادري آه؟ لا لا والله قام وقومكم ولا قصر لكن زي ما قلت لكم من نجاح البرنامج يعتمد عليكم انت اولا واخيرا وانتم مبدعين حاليا والله انكم مبدعين ولكن لو الغاز شغال يا سلام كان يا سلام انت ليش تقطع بصل؟ علومك والله ابشر علومك طيبين كيف الحال؟ الله يسلمك اي شيء ضدهم لازم نسويه انا ببكي الحين ترك معجبني اني قاعد تقطع البصل حتى وانت تدري ما في غاز هذا من الحرص لكن ان شاء الله الغاز بيشوف لك قدرنا قدرنا تشتغل وانت لو ما في شيء يا بعد راسي والله مرحبا اللهم الله شرفتنا اليوم واقول المطبخ ليش منور جعل من جابكم في الجنه يا ربي والله خلي شغله شغله ناعجتن طالعه ما ادري ايش سنعها ادري عن الصوت جنتلها مع جنتل يا والله نبي شيرتك ها شيرتك شرو بالسعادة وبشرو بكل حاجة خلني بنصح صح طب انت شوف عشان بما انك كنت نمت هنا فحاول تسوي نفسك انك تعاون حتى لو ما في شيء يلا يعني كذا ايوه حتى لو تحرك يدك بس كذا ما نبغى بالنسبة لنا احنا ما عندنا نبغى الاسطوانة ليه والله الوقت راح وبعد ورانا صلاة عصر يعني ما يمدينا نسوي شيء لا لا الامور طيبة ان شاء الله فيك يا ساير هدها نعم هد بيجيبوا الأسطوانة ولا بتجي هي؟ لا يقول بتجي. يمكن يجينا ساير. أها ساير هو جايبنا راح يجيب الأسطوانة. والله الله الله العالم. الله ظلمنا ظلمنا ظلمنا. آسف وأنا بعد ظني يثم ترى. آسف يا ساير. نعم. أذريك راح تجيب أسطوانة وأنا ما أدري. طيب اسمع. يا ولد أنت قطعوا قطعوا جهزوا كل شيء يا عيال. أنت من يوم دخلنا المطبخ أنت بس لا لا قطعوا جهزوا عشان تجي أسطوانة وقلت كل شيء جاهز. عطنا بس خليني أقطع الطماط. عطني بصل خليني اقطع الطماطم ما تجي طيب اسمع اسمع سعود انا بقطع هذا بس 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 احنا نحتاج كذا نهدى ونسمع شيء حلو من تركي انا بالنسبه لي انا اللي ابغى كذا نبي حزن بنا ايوه ايوه بالله يا ابو بما انك عند البصل حلو وفي دموع كذا من عند البصل فاحتاج انك تسمعني شيء كذا رايق ابشر سعادتك الله